سي شادي قاعده حلوه معاك. اي صحيح مرحبا. شكينا بكينا حكينا عركنا. اما قلت لك انا نتفكر طرحه عملته فينال كونتر ليتوال كوب 5-0 تدخل انت بلاس دعدوش وتبدل الطرح. جبت لي تحكيت الحكاية اخرى. صحيح تو نحن في الدرجه تاعنا ما فما فما ناس صغار ما عقلتش فما شكون خلط الفينال تاع الشامبيونان في سوسه عام 86 نحن لازم السهل اللي يفوز من اللي يربح يز الشامبيونان. صار صار وقت انا رجعت من ليكيب ناسيونال عندي ليغامون كروازي فهمتي وقت الكينيه تاعنا سي عزيز طازني معناها عمل لي اتيل معناها لوحه منها في ركبتي ووقف لي معناها الارتيكولاسيون باش نلعب الماتش. يعني لازوريق لا شيء رعواني. لازوريق لا حد شيء رعواني ولعبنا الماتش وربحنا 16-13 في الماتش. فما طرفه صارت في الميتون من وقت نلعبوا في التراب في استاد معروف. صابوا لي استال ما في الجول. الناس اللي معناها هذه طرفه يعرفوها اللي حاضرين استال ما في الجول. يتفكر الحكم وقت عبيد الذهبي قال ما نرجع الا ما تشيحوا الجول. عثمان جنيح اون بيرسون يهز في التراب يحط فيه في الجول. معناها بالشيخ خاطر باش ترجع المباراه الدوزيام ميتون. وهزينا الشامبيونا وقتها ونقول لك كيفاش مشينا تنقلنا لبتنا فوتيل لحد شيء بكرهبنا مشينا ما حليهم زي شادي هذوما هذوما ستي نحكي لك هذا معناها شيء كبير معناها وقتها رئيس الفرع سعيد ناجي معناها سعيد ناجي رئيس فرع نتاع كرة اليد ومعنا في البريود هذيك ما يحكيك هذوما شو ما الحاجات الاخرين اللي مازالوا ما مركاو يعني من مركاو هذوما راهو الكلوب خاطر كيما نحكي طبعا نحن خاطر جات بريود الترجي كانت مسيطره راهو نحن اللاعبين القدامى نحن بدلناها جات بريود نحن بدل بقلب لك البريود هذيك باش ولينا نحن سيطرنا باش رجعنا نحن في الصوره باش نهزوا لي شامبيونان ونادي الافريقي يقول اول اخر عائله هي حتى منها في خاصه نحكي في كره اليد عائله وجوارات كبار طلع وقتها ما كانش عندنا تراديسيون باش نجيبوا جوارات وقتها معناها خلقنا التراديسيون وجبنا جوارات كبار وقت فما ضغوطات نتاع شخص نحن كنا منا لاعبين ومسيرين وكل شيء من هذا والكلوب نقول خلقت رجال معناها نتفكر مع الرينيون تكنيك باش نقول رينيون تكنيك كان تصير في دار الصادق بكوش كان يدرب فينا الصادق بكوش رينيون تكنيك نهار السبت العشيه في داره نتلموا نحكي يعني على الماتش لما عائليه وتفكرها تو مرته جيب لنا الكاتو وقت الرينيون تكلاو تيلو لهم يحزنوا نحكي بنين الكاتو خارق العاده غزر هذا تاريخ او تاريخ اللي هذاك نشرفوا به هذاك خلينا نحبوا الكلوب يخلينا بل الكلوب تقول لي يعني شادي لو كان تو نحلل شويه كلامك لما نتاع جمعيه لونتونت اللي نحكيو عليها ما تستحقش برشا فلوس نتصور لا باش فلوس انا نحكي لك طرفه واحده اخرى كان سي عبد الحميد بالامين مسؤول بوس شريف بالامين بوس شريف عطاونا وقت ربحنا مره عطاونا 5000 قال باش تهملوهم قال باش تهملوهم قال باش تهملوهم من كانت من عائله وخاصه ونحن لعبنا من نحن صغار ما لعبناش من نحن صغار لعبنا في قاعدين على جميع المراحل الاصناف معناها هذا سي تري امبورطون سي بور سا كنا نخرجوا نحن باش نوليو مسؤولين نحن نوليو مدربين هذا من هذا نقص توا معناها يلزم مش اللاعب يلعب ويكمل معناها يلزم من يعاون جمعيته من جميع يكمل من نوع اخر يواصل يعني لا اكزاكتومون هذا شنو نحكي انا نقول الكلوب انا مش عطاتي من عملت كارير كبيره من اطول لي كارير 23 سنه لازم نقول لك عطات كل شيء انا شفت كيما حادثه كيما هذيا تعاطف نتاع تونس كامله نتصور سيدا شخص سي شادي محبة الناس والله هذا كل كما قلت لك تعلمته في العسكري لك تعلمته كل في الكلوب افريكان تعلمت برشا خاطر قبل المسؤول كان ديريجون من المسؤول كان بو قبل ما يكون مسؤول معناش عندنا علاقة كبيرة علاقة كبيرة كي واحد تترب يجيني للدار لما انا كان عندنا مسؤولين كبار مسؤولين بروتيجين بروتيجين بس انا لعبت وقت عزوز لسن بريزيدور انا تعديت على 10 من 10 رؤساء من سي عزوز لصرم فريد مختار سي فريد مختار سي محمود المسيري شريف بلامين سي حمودة بن عمار معناها هذوما سي حمادي بوسبيع رضا العزابي معناها تعديت معناها هذوما اسامي ترعب اسامي ترعب وقت كان سي محمد علي بولامين ولا سي سيدنا كانوا دي بريز سي شريف بلامين دي بريزدون سيكسيون مام با خاطر بشوسر كذا معناها كانوا دي بريز يلزموا برشا خدمه بشوسر يلزموا برشا خدمه وكانت حاجه اخرى كره القدم وكره اليد مع بعضنا انا اللي بديت نلعب معناها في التيران القديم معناها في الناس بتاتا ما تعرفش في تونس مارين هذيك التيران تاعنا في التيران اول اجازه ساعه في عام 72
الجزاء الاولى نتاع النادي وكنا نلعبوا في تونس مارين. عز تيتر بخلاف التيترويل تتمس. انا والله اول تيتر خاطر بعد السيطره نتاع الترجي نتاع مده في ال 60 معناها 85 86 وهزينا بطوله عربيه في المغرب فينال مع الاهلي المصري هذاك معناها هذاك ما تنساش. وبعد هزينا الدوبلي معناها في عام هزينا تريبلي معناها الدوبلي في تونس والبطوله العربيه هذاك اللي تيتر وقتها تحل الباب بالنسبه للنادي الافريقي كاونترنور. فما تيتر بكيك عملت لك انا انترفيو صحيح التيتر معناها الكوب اللي هزيناه معناها في ظروف صعيبه برشا من هذا الخطر الطريقه اللي خدمت فيها كانت بكي علاش خاطر ظروف صعيبه صعيبه ظروف. لا فرحه وكل شيء ظروف صعيبه برشا تعرف الطريقه هذيك ما كانتش فما امكانيات وشفتوا تعرفوا تفكروا شنو الجوارات اللي خرجت وك المشاكل اللي صارت وك الجوج من هذيك معناها هذاك التيتر كذا معناها تريز امبورتون معناها الكوب افريكان رانا كي نتلموا نعملوا قوه معناها هذا راهو تريز امبورتون كي نتلموا الكل رانا نعملوا قوه سي بور سا دعوه للكلوبيستيه بخلاف اللمه اش نجم تقول اخي والله الكلوبيستيه كيف قلت شفتوا انتم حتى نحكيش انا خاطر بخلاف كره اليد انا مغروم بكره القدم انا مغروم حتى بكره السله راهو نمشي نتفرج معناها في كرة السلة وعلى ذكر معناها كذا عندي ولادي مهبلة زاد على الكلوب زاد فهمتني ليش ممكن كل مهبلة زاد نحكي لك معناها ديجا فاتوني في الليجين راه ولا غلط في توني معناها انا ديجا فاتوني معناها كل شيء نقول يلزمنا الالقاب خاطر الجمعية الافريقية خاطر يلزم الالقاب باش نجموا نرجعوا في السير ونرجعوا في كذا نقول يلزمنا الالقاب معناها هذا اللي قاعدة معك حلوة برشا عايشك يا سيدي ان شاء الله تتكرر ونازين التيترويت وتحكي لي على التيترويت يعطيك الصحة وبارك الله فيكم مرة أخرى عايز يعطيك الصحة